السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم في فيديو جديد. نتمنى أن هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. صراحة توحشتكم وتوحشت التعليقات ديالكم وتوحشت نبارطاجي معاكم لي غوسيط. هادي أكثر من شهرين ما حطيت والو، وبزاف منكم قالوا لي علاش ما بقيتيش تحطي. صراحة غير سمحوا لي، كانت الظروف خارجة على الإرادة ديالي. وصفة اليوم تحلية باردة صراحة تجي رائعة ومذاق مميز، غير جربوها ما غاديش ندموا عليها. فبقاو معايا حتى الاخر الفيديو باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. نبداو المقادير. عندنا لتر من الحليب، 200 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، 200 غرام ديال السنيده، القليل من الكوك، 4 المعالق كبار ديال الدقيق الابيض، 4 المعالق مايزينا، لوزيست ديال جوج حمضات، ساشي ديال الفاني، و 3 ديال اصفر البيض. البسكوي على حسب النوع اللي متوفر عندكم والكميه على حسب المول. غادي نبداو نخلطو المقادير اللي ناشفه. عندنا 200 غرام ديال السنيده، عندنا 4 ديال المعالق ديال المايزينا، و 4 المعالق ديال الدقيق الابيض. عندنا ساشي ديال الفاني، لوزيست ديال جوج حمضات. تنخلطو هاد المقادير مع بعضياتها. ثلاثة ديال اصفر البيض، خلطو المقادير مع بعضياتها مزيان ونضيفو لهم القليل من الحليب. الحليب المتبقي غادي نوضعو على النار، وغادي نستمر في التحريك ديال هذا الخليط. من غادي يقرب يغلي الحليب غادي نضيف له هاد المكونات. الحليب ديالنا قرب يغلي غادي نضيف له الخليط. نحاول نقص على الغوطة. غادي نستمر في التحريك تيتقنى الخليط ديالنا، ما غاديش نحبس التحريك سينو غادي يلصق لي في الكاسرون. Tell me how you go.
love you till the sun dies. خليط ديالنا هو طيب جد، غير بدا يدير الفقاعات خصنا نحبسهم تحرك، ها هما الفقاعات بدات يداهم. غادي نحيدهم على النار وغادي نخليوها تبرد شويه، ماشي يبرد كاع ولكن شويه، وعاد غادي نضيفو الزبده. من بعد ما الكريمه بردت شويه غنضيفو لا 200 غرام ديال الزبده وحراره المطبخ. خدينا الطبق ديالنا، غادي نستفو فيه لي بيسكوي، من بعد ما وضعنا الطبقه الاولى غادي نضيفو دابا الكريمه ديالنا. ناخذ السباتوي ديالي ونقد بها الكريمه، غادي نولي نزيد نضيف الكريمه. غادي نضيف الطبقه الثانيه من البسكوي بنفس الطريقه،
هذا اضافه الطبق الثاني من الكريمه. نقطع طبقه الطبقه الاخيره من البسكويت. نضيف ما تبقى من الكريمه دينا الكوك وغادي نديروه من الفوق. الناس اللي ما تيبغيوش الكوك يمكن لهم يعوضوه باللوز ايفيلي ديال لي بيبي دو شوكولا ولا يحكوا فوق منها غير الشكلاط. المهم تبقى اختياري هي بالكوك تجي رائعه، ولكن الناس اللي ما تيبغيوش الكوك كاين عده بدائل. صافي غادي نوضعها في الثلاجه تبرد ومن بعد غادي ندوزو للتقديم. من بعد ما خرجناها من الثلاجه وديمولناها هي النتيجه. غادي نقطع لكم منها الطرف باش تشوفوا كي تجي من الداخل. وفي الاخير نتمنى ان الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها، وما تنساوش تبارطاجيوها بين العائله والاصدقاء والناس اللي لاول مره يشوفوا الفيديو. ما ينساوش يتابوناو ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد.